مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج نبض المستقبل. إننا على أبواب الفترة الأجمل في بلدان الشمال، ألا وهي فترة عيد الميلاد ورأس السنة. إنه وقت حصاد نتائج العام الفائت وكل الإنجازات اللامعة والابتكارات البراقة. ومن المجالات التي تسمح لنا بالتأكد من مدى فعالية إنجاز علمي ما، مجال الإضاءة. ولهذا ندعوكم اليوم إلى ذاك الفضاء الذي يجتمع فيه خيال الفنان مع براعة التقني. في هذه الحلقة، الوسائل الحديثة المتبعة في إعداد ديكورات الزينة بمناسبة العيد. مهرجان موسكو الدولي دائرة الضوء يعرفنا بتقنيات فن الإضاءة. كيف يتم رسم خرائط فيديو للمباني والشواخص المعمارية؟ في المدينة التي يشكل العسق الجزء الأكبر من اليوم خلال فصل الشتاء، تعد الإضاءة المتعددة الألوان عنصرا أساسيا للزينة، وتتناول السلطات الموسكوفية سنويا مسألة تزيين العاصمة بطريقة خلاقة تأخذ بعين الاعتبار الميزات المعمارية الخاصة للمدينة والطرق الحديثة لإدخال نكهة سحرية إلى روتين الحياة. بات الضوء الأسلوب الرئيس في تزيين المدن الكبرى، وعليه تتوقف إلى حد كبير هيئة المدينة ومزاجها. فماذا نقول عن تلك الفترة عندما تغرق مدن النصف الشمالي من الكرة الأرضية في أجواء العيد والسحر منذ سن الطفولة؟ وعيد رأس السنة في تلك المناطق الشمالية يرتبط بسحر الحكايات الشعبية. الناس أنفسهم يخلقون تلك الأجواء. سر الإكسير السحري في هذه الحالة بسيط، إنه الخيال ووسائل العصر الحديثة. قررت حكومة مدينة موسكو أن تعتمد الأضواء المتعرجة كالثعابين الورقية الملونة كعنصر أساسي لمبدأ تزيين المدينة بمناسبة أعياد الميلاد وقدوم عام 2015. وتستخدم في تزيين المدينة طريقة موحدة تأخذ بالاعتبار الوسط المعماري وحركة المشاة ووسائط النقل والفعاليات الاحتفالية المزمع إقامتها. ثمت 5 طرق لتزيين المدينة تمتزج فيها بمنتهى البساطة والإيجاز عناصر العيد التقليدية، أي أشجار رأس السنة وتماثيل رجل الجليد والبلورات الثلجية وتشكيلات من شتى الأنواع. وهناك أساليب الصور المتحركة في أداء جرافيكي غير مألوف، ويصادف المرء أيضا رموزا بصرية معدة خصيصا لعام 2015 الذي تقرر أن يكون عام الثقافة الروسية. سنطبق في هذا العام نظرية الزوبعة الثلجية. أساس الفكرة هي أشجار رأس السنة. سوف نستخدم أكاليل ضوئية بنور ساطع. ببساطة، هذا يعني أنها تستطيع الإضاءة ليلا نهارا، وهذا ما لم تشهده المدينة من قبل. العنصر الرئيس لزينة العام الجديد هو حسب التقاليد أشجار رأس السنة. سيتم تزيينها وفق الطريقة التقليدية العائلية، وكذلك بالطريقة المبتكرة التي تستخدم فيها أحدث المواد العصرية، وبحصيلة استطلاع آراء السكان الذي أجراه الموقع الإلكتروني أكتيمي جراجدانين، أي المواطن النشيط. سوف تزين ساحات المدينة الرئيسية بأشجار شوح متساوية من حيث الارتفاع، ولكن بتصميم
ولكن بتصميم فني خاص لكل واحدة منها. من المقرر أن ينصب عند قوس النصر أحد أكثر تصاميم العيد رسوخاً في الذاكرة، ترويكا طائر النار الأسطوري، المعدة من عناصر ضوئية ساطعة ستطير إلى المدينة حاملة فتاة الثلج، أحدى أهم شخصيتين في احتفالات العام الجديد الفولكلورية. كل شيء في هذه الفعاليات معد ليناسب مزاج الجمهور، فهناك الغابات بزخارفها والإنشاءات المتحركة المقامة على قواعد خاصة وهي تهتز بتأثير الريح، وأشجار علقت على أغصانها صور أهم مشاهد موسكو الاحتفالية ليلة العيد وبريد ديد ماروس المرادف الروسي لبابا نويل، فضلا عن النوافير الضوئية وغير ذلك الكثير. إحدى الأفكار التي من المتوقع تجسيدها هي الجمع بين أسلوب الريترو والتلاوين الوطنية مع التقنيات الحديثة. من ذلك مثلا تظهر في خلفية المشهد السيارة السوفيتية الشهيرة من الطراز القديم غاز 21 فولغا التي تقل بطلي العيد الرئيسيين زيد ماروز بابا نويل وأميرة الثلج. وبين تقنيات التصميم الفني يمكن أن نلاحظ استخدام تقنيات RGB الأحمر والأخضر والأزرق. نوافير العيد ساطعة الألوان معدة من المواد الضوئية الحديثة وتبدو في منظر رائع ليلا ونهارا. هذه النوافير سوف تنصب في البولفارات الرئيسية، وتقنية RGB هي موديل ضوئي يصف طريقة تركيب الألوان قصد استنساخها. أجهزة ضوئية على قاعدة مصابيح LED الملونة تشع بالضوء مختلف التلوين الأزرق الفاتح الأخضر والكهرماني وغيرها. والأجهزة التي صنعت باستخدام تقنيات RGB تتضمن مصابيح حمراء وخضراء وزرقاء، ويمكن أن تصدر حتى مليون من المؤثرات الديناميكية الضوئية الملونة. جمع المصابيح من شتى الألوان في جهاز إنارة واحد وضبط كثافة إشعاعها يتيح الحصول على تلاوين وظلال لا مثيل لها. جزء منفصل من برنامج رأس السنة هو المع ضوئية ضخمة بارتفاع 9.5 أمتار وشخوص من الجليد ومتاهة وخيم قيصرية وأراجيح مختلفة وقناطر وتركيب فنية شتى. عند الحديث عن تزيين المدينة عامة يولى اهتمام كبير للجمع الهرموني بين الإخراج الموحد لزينة العيد وإقامة وسط معماري في منطقة بعينها، وهذا كله لخلق جو مريح وعلى نطاق واسع لاحتفالات عيد السنة الجديدة. ثمّة شركات روسية عديدة تعمل في مجال الإضاءة والعروض البراقة، وتخضع تجارب هذه الشركات وطرقها الفنية للاختبار في مهرجان موسكو للضوء، والذي يجمع سنويا الحرفيين في مجال الجرافيك الثلاثي الأبعاد. أما واجهات المباني التاريخية ومعالم موسكو فتتحول إلى خلفية مناسبة للعروض البصرية. مهرجان موسكو الدولي المسمى دائرة الضوء حدث سنوي يمكن في إطاره التعرف على التقنيات الحديثة في مجال الفن الضوئي. مصممو الأضواء والحرفيون في مجال الجرافيك ثنائي وثلاثي الأبعاد يستخدمون واجهات المباني التاريخية في موسكو كخلفية لتطبيقات وسائل الإعلام الإلكترونية والضوئية. وبالنسبة لمهرجان الدائرة الضوئية
فإن المصممين والفنانين الروس والأجانب يعدون عرضاً ضوئياً ورؤياً وإلكترونياً عبر رسم الخرائط بالفيديو على واجهات المباني والمنشآت العمرانية والتماثيل والآثار الثقافية المعروفة، وكذلك يدمجون ابتكاراتهم وأفكارهم مع جو المدينة المعماري. من النظرة الأولى ينقسم المشاركون إلى ورشتين: المصممون الفنيون الذين يمارسون فن التلوين وابتكار الأفكار، والاختصاصيون التقنيون الذين يعملون على التنسيق بين السيرفرات والمنظومة الآلية. وفي واقع الأمر تعمل هاتان المجموعتان بترابط وثيق فيما بينهما، فتنفيذ برنامج عرض فني صغير نسبيا يتطلب الكثير من الوقت، فالمونتاج يتم في نهار اليوم الأول، وفي الليل يتم ضبط وتوليف الأجزاء، وفي مساء اليوم التالي فقط يعرض كل ذلك للمشاهدين. تشارك شركة سيبر تايجر في المهرجان للعام الثالث على التوالي، كل شيء بدأ من مشاريع النوادي واستعراضات الفيديو دي جي في المدن الروسية، وبعد ذلك تم الانتقال إلى المشاريع البصرية ورسم خرائط الفيديو المعمارية. في تطبيقات خشبة المسرح تستخدم الموسيقى والوسط المعماري وإسقاط الصور ثلاثية الأبعاد، وفي كل مرة يكون ذلك باعتراف الشباب تجربة جديدة بمهام جديدة، فالتكرار ممنوع، يجب أن تؤخذ بالاعتبار زوايا الانكسار والانعكاس وعمق الموقع الذي يجري عليه الإسقاط، وكذلك بنية هذا الإسقاط لا نفديدها حسب الطلب. هذه هي قصتنا، هذه من ناحية مشهد كرتون، ولكن من ناحية أخرى جميع التفاصيل المعمارية والطبيعية حاضرة. أحد مشاريع احتفالات رأس السنة هو تزيين مبنى مانيج في قلب العاصمة. المدة هي دقيقتان أو ثلاث دقائق لعرض حكاية كسارة البندق بشخصياتها المختلفة الخيرة والشريرة. الشخصيات تم رسمها ونمذجتها وإسقاطها بالبروجيكتور على مبنى مانيج. منذ البداية يجب أن نعي كيف وأين سيتم العرض بالمسلاط. الكثير يتوقف على نوعية المسلاط ذاته. الآن توجد مسالط تعمل لفترة أطول 10 مرات، وهذا يوفر الإمكانية لإنارة المعروض دون انقطاع لمدة تصل إلى عام. نرى في الآونة الأخيرة حضوراً كبيراً للتقنيات البصرية في المدينة أو في الفعاليات المختلفة. ثمة ضوء يمكن العمل به، وثمة مواضيع تظهر أساليب جديدة تجمع بين متطلبات الدعاية ومنجزات منتجي مصابيح LED. وفيما يتعلق بالبروجيكتور فهو حتى الآن يعمل بالليزر، ولهذا الأمر سلبياته، وفي المستقبل ستصنع بروجيكترات تجسيمية. حتى الآن يوجد عدد من الحيل لرسم صورة في الهواء، وهذه تستخدم في عروض النجوم أمثال مادونا، ومبدأها بسيط: توضع على الأرض شاشة ضوئية ويوجه نحو المشاهد شريط بشكل منحرف فيعكس في الهواء ما يرى على الشاشة، أما الشاشة نفسها فتكون مخفية بحيث لا يراها الجمهور. على هذا النحو تبدو الأمور. نأخذ موقعا على اللوح وقطعة بلاستيكية. هكذا ينشأ إحساس بصورة مجسمة. يمكن إنشاء بضع شاشات. عندئذ سيتشكل هرم في الهواء. تتابعونا بعد الفاصل. العروض والإعلانات الضوئية، خليط الإبداع مع الإنجازات التقنية، أجهزة الإضاءة المتنوعة، ما الجديد في السوق؟ الأضواء أسرع طريقة لتغيير منظر المدينة، فابقوا معنا. Thank you.
الإعلانات الضوئية الحديثة مرحلة جديدة خلال السنوات الأربع الأخيرة، إذ يختلط فيها الفن والإبداع مع الإنجازات التقنية، وهذا الخليط يأتي دفعا لظهور أساليب واتجاهات جديدة في تزيين المدينة والتعبير عن روحها خلال فترة الأعياد. أحد أكثر الاتجاهات إثارة في مجال التشكيلات الضوئية هو فيديو مابينج. إنه فن صنع الصورة الضوئية الثلاثية الأبعاد وإدماجها مع سطح ما، مع الحفاظ على الخصائص المعمارية لهذا السطح. وفي الآونة الأخيرة تزداد شعبية العروض الضوئية الثلاثية الأبعاد، وذلك لأن هذه المشاريع الضخمة مثيرة. أما الإمكانيات المعاصرة للجرافيك المتحرك فتجعل المؤثرات البصرية الخيالية تبدو واقعية جداً. وحين تضفى عبارة الثلاثية الأبعاد إلى مصطلح فيديو مابينج، لا يدور الحديث عن التكنولوجيات المستخدمة في الأفلام وألعاب الكمبيوتر، بل تعني التعامل الخلاق مع خصائص السطح الذي يتم إضاءته. وتعطي البرامج الخاصة فرصة صناعة شكل ثلاثي الأبعاد للموضع الذي من المفروض توجيه الأضواء إليه. وبعد ذلك يأتي سحر الإبداع، حيث تغير العروض الضوئية سطح الموضع، ما يجعلك تتخيل أن هذا الموضع هو الذي تغير. لذلك غالباً ما يستخدم فيديو مابين خلال إجراء الأعياد في المدينة أو أثناء الترويج لماركة فاخرة ما. تخرج الكثير من المشاريع التي تعتمد على الإضاءة الثلاثية الأبعاد خارج حدود مجال التصميم والديزاين. وقد أطلق فيديو مابينج اتجاهاً جديداً في الفن الصوتي والبصري. ويتحدثون عن فيديو مابينج المعماري، حيث يفرض شكل المبنى مضمون العرض، ويتم فيه التعامل مع تاريخ المبنى وعناصره من الجدران والأعمدة والشرفات والنوافذ والسلالم التي تكتسب بعد الإضاءة معان لتغيير الفضاء الداخلي بشكل سحري، لتصبح هذه الإضاءة قطعا فنية بحد ذاتها. أما المبدعون الروس فيغزون هذا المجال بنجاح. شركة رادوغا ديزاين هي ميديا ستوديو من الجيل الجديد، وإذا عملت الاستوديوهات في الماضي على مشاريع تحريك الجرافيك للسينما، فالآن يرتبط الفن بشكل متين بالتكنولوجيات والبرمجيات. يتضمن طاقم الشركة إضافة إلى المصممين القائمين بالمؤثرات البصرية برمجيين يتقنون فن صناعة مشاريع الإضاءة المعقدة. جمعنا 3 مجالات: الفضاء والتكنولوجيات والتصميم. فيما يخص الفضاء فيدور الحديث عن العمل في الفضاء الخيالي والواقعي، وهو إضاءة الأماكن في المدينة أو صناعة المواضيع التعاملية من القطاعات التي تمت إضاءتها. أما التكنولوجيا فيعني كافة الأساليب التقنية البصرية. والتصميم هو تلك الروح التي تحيي الحديد وتعطي الانطباعات، وفي الوقت ذاته نحن نعنى بالتصميم أكثر مما بالفن. تجري رادوغا ديزاين منذ 4 سنوات مشروعا ممتعا مع أحد مكاتب التصميم الروسية، يطمح لصناعة بروجيكتور فريد من نوعه. وتعود جذور هذه الفكرة إلى علوم الخمسينيات من القرن الماضي، ولكن التقدم التقني لم يسمح إلا الآن بتحقيق الفكرة. من شأن هذا الجهاز أن يصبح أول جهاز في العالم لعرض المشاهد عن بعد كيلومتر باستخدام ضوء الليزر. تنقسم أجهزة الليزر إلى قسمين: أولهما الليزر الموجه، تعمل عناصره بفضل دوران المرآة، ونحن نقترح جهازا من القسم الثاني، حيث يصنع المشهد بفضل الإضاءة النقطية، أي يتحرك جهاز الليزر بسرعة ويشكل المشهد. في ربيع هذا العام قدمنا جهازا يعتمد على اللون الأخضر،
وقريبا سنعرض جهازا مزن متعدد الألوان. وإذا كان مشهد الماضي يتألف من 300 على 300 نقطة، فسيتألف جهاز المستقبل من 1000 على 1000 نقطة، وهذه ثورة حقيقية. إن القالب الذي يعمل عليه البروجيكتور المعاصر غال جدا، أما جهاز الليزر هذا فتستخدم فيه قطعتان من الكريستال ونظام للإلكترونيات وشعاع الليزر، ما يعني أن ثمنه أقل بكثير، ومن ميزاته إضاءة المبنى بشكل مستمر. حالياً تطبق إضاءة المباني الضخمة خلال العروض الكبيرة مثل مهرجان الضوء باستخدام عشرات الأجهزة التي تتطلب طاقة كبيرة. حاولنا توجيه شعاع الليزر من هذا الجهاز على بعد 550 متراً خلال ليلة المتاحف هذا العام. في المستقبل سيعمل الجهاز وقتاً أطول، ولن يكون بحاجة إلى تبديل المصابيح، كما سيستهلك كمية طاقة أقل بعشرين مرة. تمت شركة روسية ناجحة أخرى بدأت مسيرتها من أجهزة الإضاءة، وهي شركة سيلاس فيتا. منذ 7 سنوات قام صديقان من دون أي تعليم خاص بتركيب بروجكتورات بالشرائح، وأعجبتهم فكرة إضاءة المباني بالصور الضوئية، وتدريجيا ترقت شركتهما لتصبح أحد أكبر الشركات العاملة في مجال فيديو مابينج الثلاثية الأبعاد التي يعمل فيها 45 شخصا. وبينما عملت الشركة مع الشركات التجارية المختصة خلال عروض التقديم المتنوعة، فإنها تعمل اليوم على مشاريعها الإبداعية المميزة مع عروض شهيرة مثل عرض سيرك دو سولي. برأيي أحد الاتجاهات الأكثر إثارة الآن هو الصور المجسمة. نحن نعيش في عهد نهضة الأضواء، وهي في كل مكان. الموضوع الذي اخترناه محورا لحياتنا يزدهر في المجالات كافة، من تزيين المحلات إلى الفعاليات التي لا تجري من دون الإضاءة. خلال 7 سنوات من وجودها شهدت هذه الشركة مراحل عديدة، إذ بدأت من بروجكتورات الشرائح والتي هي عبارة عن تركيب بسيط من الشرائح والمصباح العملاق، وكانت الإضاءة بواسطتها عملية معذبة، إذ ذابت الشرائح واحترقت. وفيما بعد ظهرت أجهزة الفيديو التي تلتها أجهزة الليزر، التي لا تعتبر التطبيقات البرمجية بمثابة عجوبة لها كما كان الأمر عليه في الماضي. لكن أجهزة الليزر تواجه حاليا مشكلة الحصول على الشهادة، إذ يقول البعض أنه مضر للعيون. تعد الأضواء في المدينة طريقة أسرع لتغيير منظرها، وثمة أمثلة للحلول الرائعة وأخرى غير ملائمة. فأحيانا نجد مبنى مكتظا بالأضواء من دون فكرة. يجب برمجة الإضاءة بعناية، ومع خفض سعر تكنولوجيات LED تحولت الأضواء إلى آلة ممتعة. حاليا لا تزال إضاءة المبنى بشكل مستمر بتقنية الأبعاد الثلاثية حلما بعيد المنال، ولكننا نبحث عن الحلول مع استخدام الإضاءة النقطية. من المباني في موسكو التي يجب العمل معها بعناية تلك المبنية وفق مشاريع طليعية، حيث تتمحور الفكرة في التعامل مع الزوايا وتسرب الضوء من النوافذ. وهنا يجب تطبيق الحلول البسيطة المعتمدة على إنارة الزوايا. أما ضوح المدينة فتخلو من الألوان. من بين مشاريعنا حديقة الحيوان ومدرسة الفن للأطفال ومتحف داروين الذي قررنا إحياء واجهته بالأضواء، وكانت دار الثقافة لمصنع زيل تفقد الضوء أيضا. أما في عزبة كوسكوفا فهي جميلة بحد ذاتها، وفيها بحيرة يمكن بفضل تقنية الفيديو ميبينج جعل الأشياء جميلة جدا.
تتبلور الآن في روسيا مدرسة جديدة. فلنذكر الأولمبياد وعروضه الرائعة. ثمة إعلانات ضوئية جميلة وذكية في موسكو. يتزايد عدد مهرجانات الأضواء سنوياً، ولا تستغني أي مدينة كبيرة عنها. أما شركات التصميم فتتخيل كيف يمكن جعل عرض ضوئي أرخص وأكثر إثارة، وبحيث يتغير بين الحين والآخر ويتضمن فكرة معينة واضحة. وبهذه الطريقة ستعبر الأضواء عن مزاج الناس. ما يصل إليه العلماء في مختبراتهم أو الفنانون خلال تجاربهم الإبداعية مع الآلات الحديثة يصلح في نهاية المطاف كوسيلة مميزة لتشكيل أجواء المرح المليئة بالدفء والطيبة. هكذا يساعد العلم والتكنولوجيات على جعل حياتنا أكثر سعادة. أتمنى لكم مشاهدينا ومعي كامل طاقم البرنامج في السنة الجديدة جمعا جميلا بين الإنجازات الشخصية والسعادة العائلية. دمتم بخير وإلى اللقاء.